قلبي يلا وخلص يلا اكتب ابوي هذه انت جد شعوبا في العالم مثل هذه اكبر علم بالمسابقه خلانا نفكروا في جميع الشعوب العربية اللي خرجت تحتفل بالمنتخب المغربي وهذا أول توحد للشعوب العربية موحدين مجموعين على راية واحدة ويشجعون 11 لاعب مولودون من أمهات ما شاء الله تصفيقات لهم وتحية لكل أم عربية وأنجبت رجال من ذهب هذا علم تجمع جميع الأسماء لأي شخص يريد أن يكتب اسمه يكتبه والرسالة أن بحسن الضيافة في عراقة وتاريخ للأمة العربية هذه اللي استضافت العالم وخلاته يشوف أحسن نسخة من كأس العالم في دولة عربية ونهز الراية الكبيرة هذه باش نبين للعالم أننا شعب واحد يحتفلون بمنتخب عربي ولن تجد هولندي يحتفل بفرنسي اليوم في اللحظة هذه صح. الكل الآن من صحيح. من من صحيح. الدول العربية الآن مجموعون فرحون قلبهم يهوي إلى العلم ويكتبون أسماءهم وهذا هذه فكرة أتت من خياطة الأم تبعي يوم السبت اشتغلت عليها النهار كامل فيها 5 متر على 5 متر ونتمنى من الفيفا تجي تدون وكتاب جينيس ما يلقى شعوب كلها كاتبة أسماء من غير الشعوب العربية ناديها إن شاء الله تزير المغرب خوا خوا ديما تزير المغرب خوا خوا ما تفرقنا حتى عداوة ناديها دولة خضر على تنظيم الرائع ده ونتمنى المغرب إن شاء الله الفوز بالمركز الثالث وشكرا لجميع حضور الحضور وشرفونا في دولة خضر يحيى المغرب يحيى المغرب يحيى المغرب تحيا المغرب تحيا كبير المغرب شوف شوف, شوف 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 الناس كيف تتفاعل شوفوا يا عالم هذه شعوب عندها قيم واخلاق هذه شعوب منبثقة من أسر فيها أب وأم مشغولون بتربية الأطفال والأولاد أحسن كأس عالم يحضروا فيه العائلات تجد أطفال أولاد صغار كل ونقدمها إن شاء الله ونقدمها هدية للملك محمد السادس ونحطها إن شاء الله نهايتها أننا نقدمها للملك ونحطها بمتحف وطني في المملكة المغربية مبروك نجاح كأس العالم ونهني المنتخب المغربي الشقيق على المستوى الرائع اللي حصل وإن شاء الله بكرة يجيب لنا المركز الثالث وكل العرب والمسلمين مع المنتخب المغربي رسالتي طبعا دي رسالة حب وأخوة للشعب المغربي يعني احنا بنعشق الشعب المغربي كما نعشق أنفسنا نعشق إخواننا المصريين الشعب المغربي والفريق المغربي أكد على معاني كتيرة جدا أحبابنا المصريين أكد على معاني كبيرة جدا أم الدنيا كلنا تعلمناها أكد على إن فلسطين موجودة وستظل موجودة وكلنا أهم حاجة فلسطين والمسلمين والعرب سيظلوا موجودين إن شاء الله مهما كل العالم حاربنا بس وشكرا لإخواننا المغاربة Thank you.